إذن اليوم يبدأ وزير الخارجية الفرنسي زيارته إلى لبنان، تتزامن هذه الزيارة مع وصول المبعوث الأمريكي إلى تل أبيب أمس. هل سيزور بيروت في القريب العاجل؟ ماذا في تفاصيل هذه الزيارات؟ ينضم إلينا الكاتب والصحفي إبراهيم ريحان. صباح الخير أستاذ إبراهيم. صباح النور. أهلا وسهلا فيك معنا. لنبدأ بزيارة وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورني إلى بيروت اليوم للبحث في إمكانية وقف الحرب في الجنوب. ماذا في تفاصيل هذه الزيارة، علما أن منسوب التوتر الأمني آخذ في التصعيد ميدانيا؟ زيارة وزير الخارجية الفرنسي هي منسقة مع الجانب الأمريكي، على عكس ما يقال أنها غير منسقة مع الأمريكيين، ولكن تحتاج بعض التفاصيل إلى الاتضاح أكثر، لأنه حتى الساعة الأطراف المعنية بلبنان لم تستلم أي أفكار بشكل مسبق عن زيارة وزير الخارجية الفرنسي، وبالتالي كمان في ترقب للحراك الدبلوماسي الأمني اللي صاير بالمنطقة خلال الأيام الأخيرة، أبرز زيارة لقاء هوكستي مع وزير الدفاع الإسرائيلي يوم الخميس الماضي، ومش امبارح، كان اللقاء كان الخميس. هوكستي له أكثر من أسبوع بتل أبيب بسبب زيارة عائلية عملوا فيها لعيد الفصح اليهودي، وكمان في زيارة اللواء عباس كامل رئيس المخابرات المصرية العامة اللي وصل امبارح كمان لتل أبيب لبحث ملف الأسرى، وفي الخرق اللي بيتعلق ملف الأسرى. يعني زيارة هوكستين إلى بيروت إذا بدها تصير بدها تكون مرهونة أولا بالجواب الإسرائيلي، ثانيا بحراك الفرنسي، والأهم بموضوع التفاوض اتفاق الأسرى بين حركة حماس و الجانب الاسرائيلي. حتى الساعه بعد الصوره عم تتكون وما صارت واضحه 100%، يعني زيارته هوكستين بتكون مبنيه على نتائج زيارته الى تل ابيب اذا بده يجي على لبنان. حتى اللحظه ما في اجواء طالعه من لقاءات هوكستين مع المسؤولين الاسرائيليين، بس حتى اللحظه الاجواء كلها توحي او تشير الى ان زياره لقاءات هوكستين مع الجانب الاسرائيلي لا تزال بالنقاط عينه اللي كان عم ينحكى فيها قبل، يلي تتعلق بانهاء ملف الحدود البريه وايجاد صيغه للحل او للهدوء طويل الامد على الحدود الجنوبيه للبنان، يلي بتشبه شوي من نوع من الورقه الفرنسيه، بس الورقه الفرنسية إذا كان بدها تكون فيها مطلب انسحاب الحزب إلى جنوب الليطاني أو حتى جزء من قوات الرضوان أو قوات الرضوان إلى جنوب الليطاني، فحتما رح يكون جواب الحزب سلبي على هيدي النقطة. بس الأهم بده يكون كمان أنه في نهار الاثنين حينعقد لقاء من وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين مع السداسية العربية اللي هن وزراء خارجية السعودية وقطر والإمارات والأردن ومنظمة التحرير الفلسطينية عن حيمثلها حسين الشيخ أمين سر المنظمة، فحيكون لهم لقاء مع بلينكين وحيكون لهم لقاء مع وزير الخارجية الفرنسي بالسعودية. بس كل هذه الأجواء اليوم بتشير أنه في محاولة دفع قبل عملية رفح، وهذا مكمن العقد اليوم. طيب ذكرت أنه المبعوث الأمريكي أموس هوكستين وصل من جمعة إلى تل أبيب وليس أمس كما ذكرت بعض الصحف، صحيح؟ صحيح، هو له اسبوع بتل ابيب. طيب. هو باجازه عائليه بسبب عيد الفصح، وعم كمان عم بيكون له لقاءات بيجي على جانب هذه الاجازه، يعني نهار الخميس كان له لقاء مع وزير الدفاع الاسرائيلي واف جالانت، وعم بيكون له لقاءات اخرى غير معلنه مع المسؤولين الاسرائيليين. نعم، السؤال المطروح انه معقول ما بيحمل معه حال دبلوماسي، لانه ذكرت صحيفه هارت انه واشنطن رسمت خطوطا لتحقيق بدايه اتفاق لوقف اطلاق النار، تحرير المخطوفين وتهدئة كل الجبهات يعني على كل الحدود. صحيح، الرغبة عند الإدارة الأمريكية هو الوصول إلى حل يكون لتهدئة كل الجبهات، ليه؟ لأنه صار في قناعة عند الإدارة الأمريكية وعند أموس هوكستين أنه ما في لا إمكانية لفصل جبهة جنوب لبنان عن جبهة غزة، عشان هيك لما عم بيتقدم اتفاق تبادل الأسرى والتوصل راح وهدني بغزة عم بيجدد حراك هوكستين تجاه لبنان والجانب الإسرائيلي، يعني صارت الجبهات صارت مرتبطة ببعض، والأمريكان عندهم القناعة بهذا الموضوع وعم بيتعاطوا معه من باب الواقعية السياسية بسبب محاولته لمدة 7 أشهر لفصل الجبهات وما عم بيكون عندهم نتيجة، فوصلوا إلى قناعة لابد من تلازم التهدئة مثل ما هو في تلازم بالنيران. نعم، تتحدث أستاذ إبراهيم الصحف وبعض المصادر الأمنية عن مجموعة عوامل قد تؤدي إلى تحويل المواجهات في الجنوب اللبناني إلى حرب شاملة، خاصة بعد أنه مثل معروف التخوف من اجتياح بري لرفح.
نعم. اولا خلينا نحكي بال جوانبين بالمعنيه بشكل مباشر بتوسعه الحرب. اولا هو ايران منا معنيه بتوسعه الحرب، وهذا الشيء صار واضح على لسان وزير خارجيه تحسين امير عبد الله، يعني اللي اجى بزيارته الثلاثه الى بيروت للحديث انه ايران لا تريد توسعه الحرب. الجانب الامريكي، الاداره الامريكيه كمان لا تريد توسعه نطاق الحرب، وكذلك الامر حزب الله مثل موقف ايران لا يريد توسعه الحرب على قدر ما يريد ابقاء وضع الجبهه على ما هو عليه الى حين توصل الوقف اطلاق النار في غزه. يعني الاطراف المعنيه بشكل مباشر لا تريد توسعه الحرب، حتى انه نصف الحكومه الاسرائيليه اذا بدنا نحكي بالواقع يعني لا تريد توسعه الحرب، وان كان عم يعني بيكون في سقف عالي من التهديدات، هذه كل السقوف تدخل باطار تحسين الشروط، لانه قرار توسعه الحرب او توسعه الجبهه مع لبنان يحتاج الى ضوء اخضر امريكي، وهذا حتى اللحظة غير متوفر، بكرة بصير متوفر بعده تفصيل آخر، بس هو حتى اللحظة وحتى الساعة هذا الأمر غير متوفر، ومرتبط أيضا بحسابات الرئاسة الأمريكية، لأنه أمريكا بعد شهرين تدخل بالكومة الانتخابية مثل لبنان، فبده يكون التركيز الإدارة الأمريكية والرئيس بايدن على السباق الانتخابي اللي حيكون حامي جدا مع مناصر دونالد ترامب. فالطموح الامريكي هو حال التوصل الى تهدئه بالمنطقه على القليله قبل شهر 7، يعني لما تدخل الحملات الانتخابيه بامريكا على الحد الاقصى بدها تكون، بده يحاول الى حين يكون في حل بالمنطقه، يعني بهالفتره من هلا لشهر 7 بده يحاول امريكا انه تعمل تهدئه بالمنطقه. طيب. بس العقد تكمن اولا بالموقف الاسرائيلي لارا، انه نعم. الموقف الاسرائيلي ما حاطط اهداف حتى اللحظه، الاهداف المعلنه عم نحكي هي القضاء على حماس وتحرير الأسرى، ما أدري يعمل شيء منهم. كان في ضغط أمريكي بالأيام الماضية خلى الإسرائيلي يتنازل من مطلب 40 أسير مقابل 6 أسابيع لـ 20 أسير مقابل 6 أسابيع من التهدئة، وعشان هيك كان جايك سوليفان عم بيحكي بتفاؤل عن اقتراب أو اتفاق تبادل الأسرى بين حماس والجيش الإسرائيلي، لأنه قدرت واشنطن تاخذ تنازل من الجانب الإسرائيلي من 40 أسير إلى 20 لمرحلة تطبيق 6 أسابيع من الهدنة. طيب أستاذ إبراهيم، هل ستنسحب هذه التهدئة التي تتكلم عنها على الملف الرئاسي اللبناني؟ اليوم بمعلومات لنداء الوطن تقول أنه رئيس تيار المرد سليمان فرنجية هو الأول بين المرفوضين أمريكيا، ما دقة هذا الحديث؟ وهل من جديد في أو على الصعيد الرئاسي سعوديا؟ اولا الولايات المتحده بحسب على القليل معلوماتي يعني والاتصالات اللي بنحكي فيها غير معنيه لا تدخل بتفاصيل الاسماء لعده اسباب. اولا الولايات المتحده هي دوله كبرى والاقوى في العالم، يعني ما بيهم مين بيكون الشخص الرئاسي على قدر ما بيهم مصالحها بالشرق الاوسط، يعني ما بتتفكر بالطريقه السياسيه بتفكر فيها العقل اللبناني بالسياسي، بالعكس بل هي دوله كبرى تبحث عن المصالح وليس عن الاسماء. واذا بنرجع شوي لورا بآخر 15 سنة أو 20 سنة، بال2006 تحقق مطلب أمريكي بارز ومهم يلي هو دخول الجيش إلى الجنوب، وحين كان رئيس الجمهورية هو العماد من اللحوت يلي هو مقرب جدا كان من حزب الله ومن النظام السوري. وبالمرحلة اللاحقة بالعهد الأخير الرئيس ميشيل عون حصل ترسيم الحدود البحرية اللي هو مطلب أمريكي بالدرجة الأولى. فالأمريكان ما بينظروا للأشخاص عاد ما بينظروا إلى تعديل إلى تحصيل المصالح والمكتسبات السياسية والحفاظ على المصالح الاستراتيجية لأمريكا بالمنطقة، ما بيدخلوا بمزارع الأسماء، ولا ممانعة حتى اللحظة على اسم سليمان فرنجية. الخماسية كلها اتفقت على أن لا فيتو على أحد، وهذا شيء بيشمل سليمان فرنجية وغيره من الأسماء المرشحة لرئاسة الجمهورية. هذا هو الموقف الحقيقي الأمريكي، يعني ما بالعكس ما عندهم أي مشكلة، يعني التواصل مع سليمان فرنجية عبر السفارة الأمريكية هون متواصل، لو في اعتراض على سليمان فرنجية ما بصير في تواصل معه. كانت قبل السفيرة الأمريكية دوروثي شي بتزور سليمان فرنجية، والسفيرة ليزا جونسون هلا بتزوره، وفي تواصل من قبل السفارة الأمريكية مع مسؤولين بتيار المرضى، وهذا منه سر. يعني الموقف الأمريكي لا يعنيه الأسماء على قد ما بيعنيه المصلحة الأمريكية. في حال كان سليمان فرنجية أو غيره أمريكا بهمها أن يكون في ضبط لمصالحها والإقرار بمصالحها الاستراتيجية بالمنطقة، ما بتدخل بتفاصيل الأسماء. شكرا جزيلا الكاتب والصحفي إبراهيم ريحان على هذه المداخلة.